أهلا بكم في ترند. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام عن البدء في تعزيز إجراءات التوظيف الإلكترونية اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك بإتاحة الفرصة الكاملة للباحثين عن عمل للدخول على النظام بكل يسر وسهولة، وتسجيل الحضور وحجز موعد ترشيح التوظيف للباحثين عن عمل عبر موقع الوزارة الإلكتروني. ودعت الوزارة الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للوزارة الاتصال على الخط الساخن للحصول على التسهيلات والإرشاد اللازمين لعملية التوظيف أو مراجعة مراكز التوظيف والتدريب التابعة للوزارة في جميع محافظات مملكة البحرين. أن تبحث عن زملاء مقاعد الدراسة والروضة قبل 30 عام ليس بالمهمة المستحيلة الآن، فقد تمكن حساب بحريني كيدز على إنستغرام من إعادة لم شمل مئات الطلاب الذين جمعتهم ذكريات الزمن الجميل المدرسية. حساب بحريني كيدز حصد أكثر من 11 ألف متابع في أشهر قليلة، ويحظى بتفاعل يومي كبير. يعتمد الحساب على نشر صور الطلاب التي نشرتها الصحف في الماضي، إضافة إلى نشر صور المتابعين الذين يرغبون في إعادة لم شملهم مع زملائهم ويطلب من المتابعين البحث عنهم. وقد نشر الحساب صور لعشرات الشخصيات البحرينية من مسؤولين، أطباء، مهندسين، إعلاميين، فنانين ومؤثرين على منصات الإعلام الاجتماعي، وهم على مقاعد الدراسة في زاوية قبل وبعد. نتابع بعض الصور. فجر سعيد هو الهاشتاغ الأعلى تداولا في تويتر في المملكة العربية السعودية بعد أن شهد المسجد النبوي الشريف عودة المصلين تدريجيا وسط أجواء مفعمة بالإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتبارا من اليوم الأحد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية. نعى فنانو مصر والوطن العربي في مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المصري الراحل حسن حسني بعد أن توفي فجر السبت عن عمر 88 عام إثر أزمة قلبية مفاجئة. تاريخ فني كبير للفنان الراحل يتضمن العديد من الأعمال التلفزيونية السينمائية والمسرحية، كان آخرها مسلسل سلطانة المعز الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي. ملايين المشاهدات حصدها فيديو نشرته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على حسابها في تويتر لانطلاق صاروخ ومركبة فضاء تابعتين لسبيس إكس يوم السبت إلى محطة الفضاء الدولية، حاملين رائدين أمريكيين ليكونا أول إنسانين يغادران الأرض نحو الفضاء من التراب الأمريكي منذ 9 سنوات تقريبا. وسيقضي الرائدان 19 ساعة على متن كبسولة سبيس إكس كرو دراجون قبل أن تشق طريقها نحو محطة الفضاء الدولية. وتكللت هذه العملية بالنجاح بعد أن فشلت سابقتها التي أقيمت في 27 مايو بسبب كثافة الغيوم ومخاطر تتعلق بالضوء. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched.
مدرسة هولندية تدعى إنغبورغ مينستر تعمل في إحدى المدارس الهولندية افتقدت بشدة طلابها بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد، لدرجة أنها قررت تصنيع مجموعة من الدمى وتسمية كل منها باسم طالب من طلابها وعددهم 23، وعكست الدمى الصغيرة شكل الطلاب بدقة من حيث تسريحات الشعر وحتى النمش، ووزعتهم على الحائط بطريقة تواجدهم في الفصل. قصة المعلمة انتشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية، وقالت بتلك الطريقة سأتمكن من رؤية طلابي يومياً على أمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند، في أمان الله.